فقرتنا اقرا الخبر من عند الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكوره بنادي الزمالك اللي اتكلم ان هو ارسل خطاب رسمي لاتحاد الكوره بيطالب خلاله بتاجيل موعد مباراه الفريق الاول لكره القدم بالنادي امام نادي بيراميدز في نصف نهائي كاس السوبر المحلي. ان شاء الله المباراه تقام يوم 20 اكتوبر الجاري. يعني كابتن عبد الواحد كان طالب ان المباراه تؤجل لمده ساعه، وكانت اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت عن إقامة المباراة في تمام الساعة 4:05 عصر يوم 20، وطلب نادي الزمالك تأجيل اللقاء لمدة ساعة. زي ما احنا عارفين يعني الأجواء الشتوية لسه ما دخلتش بشكل كبير في دولة الإمارات، وهناك الرطوبة يعني بتبقى عالية شوية والأجواء بتبقى حارة شوية، فيعني حاجة طبيعية أنها تعدل بالنسبه لموعد المباراه، خصوصا كمان ان المباراه الثانيه هتكون الساعه 8، فبرضه هيبقى في وقت يعني ان المباراه الثانيه تلعب. وتسويقيا الزمالك وبيراميدز يعني عايزين نقول كمباراه اللي انت تتابعها وكمباراه جماهيريه وكمباراه فيها نجوم كتير بيمثلوا منتخبات دوليه كتير، سواء منتخب تونس، منتخب المغرب، منتخب مصر، منتخب الكونغو، منتخب يعني في لعيبه كتيره جدا موجودين في الفرقتين، فالمتابعه هتبقى اكتر من المباراه الثانيه. المباراه الثانيه اللي هتجمع سيراميكا مع النادي الاهلي، طبعا برضو فرقتين كبار وكل الاحترام ليهم وكل التقدير، لكن يعني حاجه كتسويقيا وحاجه بديهيه يعني انها تحصل. وعلى فكره كنا هنقول كده لو اهلي وبيراميدز واحنا وسيراميكا، يعني نفس الكلام. بيراميدز عنصر منافس ولسه محقق بطولة وضلع تالت دلوقتي موجود في الكرة المصرية، فماتشه مع الأهلي والزمالك أكيد هيبقى له قيمة أكبر يعني. فإن شاء الله بإذن الله اللجنة المنظمة تتفاهم هذا الأمر ويبقى في تعديل لموعد المباراة. حتى هنا يعني المباراة هتبقى يوم حد، فهيبقى يوم شغل عندنا في مصر، فهتبقى الساعة 4 كمان، ففي ناس كتير هتبقى في شغلها. طب الناس هتتابع المباراة إزاي؟ فيعني الناس كانوا حريصين من خلال هذه الجزئية على طلب هذا الأمر من اللجنة المنظمة. إن شاء الله بإذن الله زي ما أنا بقول يعني الناس تتفهم الموضوع ويبقى في حل لموعد المباراة. مستر جوميز المدير الفني للفريق كان عمل جلسة مع محمد حمدي الظهير الايسر للفريق في حضور احمد مجدي المدرب المساعد، وكان المدير الفني منح اللاعب بعض التعليمات الفنيه الخاصه بمهام مركزه، وطالب اللعيب كمان بالتركيز في الفتره الحاليه، خاصه وانه هيكون له دور مع الفريق خلال المباريات المقبله في ظل ارتباط الفريق بالمشاركه في اكثر من بطوله. نروح للوينش مدافع فريقنا اللي شارك في جزء من التدريبات الفنيه خلال المران الاخير لفريقنا اللي كان على ملعب النادي. طبعا مشاركه الوينش في اطار تجهيزه بشكل تدريجي للمشاركه في التدريبات الجماعيه خلال الفتره المقبله بشكل كامل، وكان الجهاز الفني حريص على توجيه الوينش خلال الفقره الفنيه مع التركيز كمان على تطبيق بعض الجمل الخططيه بشكل خفيف في اطار التنسيق المتبع مع الجهاز الطبي للفريق والدكتور محمد أسامة وفقا للخطة الموضوعة للاعب للعودة تدريجيا مع فريق نادي الزمالك. نروح لواحد من أسطورة نادي الزمالك ومن أساطير يعني نادي الزمالك في لعبة كرة القدم، محمد عبد الشافي الظهير الأيسر اللي برضو دلوقتي في تدريبات نادي الزمالك لكن بشكل تدريجي، وكان أدى اللعيب برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي عشان يكون جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بعد ما خضع في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي. طبعا حالة عبد الشافي يعني الحمد لله في تحسن مستمر، وهو حاليا في المراحل الأخيرة من التأهيل تمهيدا للمشاركة مع فريق نادي الزمالك خلال الوقت القادم. نروح للكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد خالد حسنين ورامي نصوحي عضوي مجلس الإدارة اللي كانوا موجودين
في مران الفريق امبارح على ملعب النادي استعدادا لبطولة كأس السوبر المحلي، وده طبعا من أجل تدعيم ومؤازرة اللعيبة والجهاز الفني قبل بطولة السوبر المحلي. وكان كابتن حسين رئيس النادي يعني كانوا حريصين، وكان معايا زي ما انا بقول احمد خالد ورامي، على ان هم يطمنوا من كابتن عبد الواحد السيد مدير الكره وكمان من جوزيه جوميز مديرنا الفني على الاستعدادات الخاصه للفريق بخصوص هذه البطوله. وزي ما احنا شايفين يعني من خلال الصوره يعني روح جميله جدا بين شيكا واحمد خالد ورامي والكابتن عبد الواحد والكابتن حسين السيد، يعني الروح جميله والاستقرار اهم حاجه بيفرق مع اي فريق. وعايز اقول لك ان كمان دلوقتي خلال المباراه الوديه في نادي الزمالك مع نادي بتروجيت موجود الكابتن احمد سليمان لمؤازره الفريق خلال المباراه، وحاجات كلها من الحاجات الايجابيه اللي بتبين اللعيبه قد ايه اهتمام مجلس اداره بكل عنصر موجود في منظومه كره القدم المصريه.